ولمزيد من التحليل معنا الأستاذ أو الدكتور محمد باغا، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس. بعد التحية دكتور، يعني سيناء هي العمق الاستراتيجي لمصر، سواء كان على المستوى الشرقي أو على قلب الوطن العربي. يعني هناك العديد من الرسائل والدلالات للمؤتمر الصحفي اليوم الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من مقر الكتيبة 101 بشمال سيناء. ما هي الدلالات للزمان والمكان والإعلان اليوم عن خطة أو بدء المرحلة الثانية في خطة تنمية شبه جزيرة سيناء؟ اولا بحيي حضرتك وكل مشاهدينك الكرام. طبعا الزياره دي بتاتي في وقت حرج جدا، الدوله المصريه بتقابل فيه تحديات وتهديدات جسام على الناحيه الشرقيه، منها هذه البوره الغاليه من ارض مصر سيناء اللي اتروت بدم المصريين عبر الازمان المختلفه. والنهارده لما حضرتك تسالي اي مواطن مصري ايه اغلى بقعه عندك في وجدانك او في قلبك يقول لك سيناء. هي بقعة مباركة ربنا ذكرها في القرآن من بدري، وإحنا ننظر إلى سيناء بشيء من الفخر ومن الاعتزاز. وهذا الفخر والاعتزاز أعتقد أنه بدأ يتجسد في الوقت الحالي بالمشروعات التنموية اللي الحكومة بقت توليها اهتمام بالغ، خاصة بعد الأحداث الأخيرة. أتصور أن الزيارة ومن هذا الموقع بالذات أنه هذه الكتيبة شهدت ملحمة عظيمة في وقت سابق في الدفاع عن هذه الأرض المباركة، وبالتالي الإعلان من هذه البقعة عن مشروعات تنموية وإن الحكومة تكون حاضرة بوفد وزاري رفيع المستوى هي إشارة بأنه الدولة بدأت تألو يعني نظر أكثر عمقا وتوسعا في البنيان أو في يعني نقل الحضارة إلى هذه البقعة الغالية علينا كلنا. أتصور أنه إعلان رئيس الوزراء النهاردة بإعلان تدشين 21 مجمع تنموي حضري، ده هيكون بمثابة قفزة كبيرة جدا كلنا كمصريين كنا بنسعى إليها. إحنا دايما بنقول يا فندم ممكن لو زرعت بشر يغنيك عن المعدات الثقيلة وعن الدبابات وعن الطيارات وعن الكلام ده كله، وأهل سيناء هم أدرى الناس بيها. فكانت كلمة رئيس الوزراء أنه هذه المشروعات ستخضع للبحث والدراسة و التخطيط من قبل اهالي المنطقه نفسهم لان هم الادرى باحتياجاتهم. لا ننسى ابدا ان الدوله المصريه جاهده خلال الفتره الاخيره عمدت وعملت على ان هي تربط سيناء بالوادي، فكان هناك الانفاق وكان هناك الكباري المختلفه. تطهير سيناء من الارهاب، ودي كانت معجزه حقيقيه قامت بها الدوله المصريه في الفتره الاخيره، والحمد لله رب العالمين تم القضاء، وهذه رساله ايضا من هذا الموقع لواجه الارهاب، ان ارض سيناء باتت ارض امنه، وارض سيناء هي ارض للمصريين وبالمصريين فقط لا غير. فاتصور انه زياره دوله رئيس الوزراء ومعه هذا الوفد الرفيع المستوى من الوزراء وكل هذا الحشد الكبير من الشخصيات العامه ومن اهالي سيناء انما بيؤشر الى ان الدوله المصريه ستتواجد بقوه خلال الفتره الماضيه في سيناء من خلال مشروعاتها المختلفه، سواء مشروعات الاسكان، سواء مشروعات الصحيه، سواء المشروعات التعليميه، سواء المشروعات الزراعيه والصناعيه. وبنقول يا فندم ان احنا بنعمر سيناء، كلمه العمران هي حياه بالنسبه لهذه الارض، وبالتالي توطين الافراد، توطين المنشات، توطين المجمعات الصناعيه، الحركه اللي بتكون موجوده في هذه الارض هتكون ان شاء الله كافيه لحمايتها ضد اي مخاطر او ضد اي عدوان او ضد اي تهديد باذن الله. يعني كان هناك الكثير من الجهود من قبل الدولة المصرية لتنمية سيناء على عدة محاور، وكان هناك تكاتف ما بين مؤسسات المجتمع المدني وأيضا المبادرات الرئاسية. يعني شهدنا مبادرة حياة كريمة التي قامت بالعديد من مشروعات التطوير المختصة بالمياه والزراعة. يعني ما هي وجهة نظرك في هذه الخطوات التي وصلنا بها اليوم إلى المرحلة الثانية؟ سيناء دايما بنقول ان هي مساحه كبيره جدا، احنا بنتكلم تقريبا في حوالي يعني 60,000 كيلو متر مربع، يعني ضعف مساحه الوادي. لما نتكلم على كل هذه المساحه الشاسعه وبنقول يا فندم انه معدل السكان ما بين 1 إلى 3 أفراد كل كيلو متر مربع، دي طبعا بتبقى مشكله كبيره جدا. فبالتالي النهارده توجه الدوله بهذه المبادرات، توجه الدوله بهذا التخطيط اللي احنا بنسميه بشكل علمي التوطين، انما يؤسس الى انه ارض سيناء تكون ارض مؤهله
ان هي تكون جزء من الجغرافيا المصريه المنتجه، ما تكونش فقط ان هي ارض. يعني احنا بنتكلم على شمال سيناء، بنتكلم على جنوب سيناء، بنتكلم على وسط سيناء تقريبا مفرغ، ولكن احنا النهارده بنتكلم على توسع عمراني يشتمل لكل المنظومه التنمويه بكل انواعها. كنا بنتكلم على تعليم، بنتكلم على صحه، بنتكلم على مرافق، بنتكلم على مناطق حيويه، لوجستيه، صناعيه، سياحيه، بنتكلم على كل انواع الطفره التنمويه اللي هي ممكن تحصل. اتصور انه بدا في مبادرات وبدا في توجهات سواء من جانب رئاسه الجمهوريه ومباشره توجهات السيد الرئيس للحكومه بالانتقال الى سيناء. ده تم عبر مبادرات وعبر اشياء كثيره جدا موجوده وحصلت. يكفي ان انا اقول لحضرتك يعني كان هناك هدفين اساسيين لهذه المنطقه. الهدف الاولاني هو هدف البقاء وتطهير سيناء من الارهاب، وتم بالفعل يعني قطع شوط كبير جدا 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 في هذا الامر، انه تغلبنا الحمد لله بفضل الله وعزيمه المصريين واراده الجيش المصري على خطر الارهاب في هذه المنطقه. النقطه الثانيه اللي بنتفرغ ليها في الوقت الحالي هو نقطه البناء ونقطه التنميه ونقطه العمران، واللي الحقيقه يعني بدات تاخد شكل مهم جدا. انا شخصيا اعرف ناس بينتقلوا من الوادي الى ارض سيناء، بياخدوا اراضي هناك وبيحاولوا ان هم يزرعوا، بيحاولوا ان هم يعملوا مجمعات زراعيه ومجمعات صناعيه بشكل يعني كويس. ما ننساش برضو ان سيناء ارض بكر في مجال الثروه المعدنيه والمحجريه، ومن الممكن جدا انه يتم فيها صناعات تاخد بعد استراتيجي عالمي زي صناعات الرمله البيضاء والرمل السوداء وصناعات الفوسفات والصناعات. احنا يا فندم بنتكلم على ثالث دوله محجريه على مستوى العالم في هذه المنطقه، بالتالي الخير فيها كبير جدا، وهي ارض يعني محفوظه من رب العالمين باذن الله. ويا رب يعني خطط الحكومه الطموحه تجاهها ان شاء الله نلاقي خلال 5 سنوات قادمه في مبالغ مرصوده لتنميه المنطقه بشكل كبير، ان شاء الله يبقى ليها اثر ايجابي باذن الله. يعني بالفعل الدكتور مصطفى مدبولي اشار الى ان الدوله وضعت تكلفه حوالي 363 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات القادمه والاهتمام بالجوانب المتعدده من الخطه الثانيه لتنميه سيناء، وايضا لم يغفل التنميه السياحيه الدينيه، فاشار الى اهميه احياء مسار العائله المقدسه وتطوير هذه المنطقه. يعني كل ان دوله رئيس الوزراء بيفصح برقم محدد، اذا هناك خطه محدده موجوده لهذا الامر. وزي ما قلت لحضرتك انه هذه الارض فيها كثير جدا من المزايا التي من الممكن ان هي تضيف للناتج القومي الاجمالي المصري. احنا بنتكلم على تنميه سياحيه، احنا بنتكلم على تنميه صناعيه، احنا بنتكلم على تنميه زراعيه، احنا بنتكلم على يعني ربط القطعه المباركه دي مع باقي الارض المصريه بشكل ثقافي وعقائدي، والكلام ده كله ده امر بات مهم جدا، وامر بات يعني عدم الانتظار فيه سيكلفنا الكثير. احنا انتظرنا وقت كبير جدا، اذا كانت هناك معاهدات، اذا كانت هناك يعني مخاوف، اذا كانت هناك تهديدات، اتصور انه الارض النهارده ممهده انه يتم العمل بشكل كامل وبشكل تحقيقي على ارض سيناء. وزي ما قلت لحضرتك انه كون ان الحكومه بتعلن عن رقم محدد، اذا هناك خطه واضحه ومسار واضح من الممكن العمل فيه. ولكن انا بس بانوه الى انه سرعه التنفيذ باتت امر يعني واجب الاهتمام والعنايه به قدر الامكان. يعني بالفعل سرعة التنفيذ هامة جدا في هذا التوقيت الحساس، يعني في ظل المطامع الخارجية والتي نراها من دول كثيرة ولكن كلها احتمالات غير واردة. يعني دكتور محمد باغا كنت معنا عبر الهاتف، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، شكرا جزيلا لك.